هل يجوز الامتناع عن الصدقات أو الجهاد بالمال في مواطن الفتن والنزاعات كسوريا؟ وهل نأثم في تواطئنا في عدم نصرة المسلمين؟ يعني ماشي الإنسان إذا رأى أن الآن في سوريا مثلا فتنة ولا يجي أن يضع ماله في السلاح الآن لأنها فتنة وصار القتال بين مسلمين مثلا، فهذا له ذلك، ولكن ليس له أن يمنع الصدقات عن الإغاثة. في ناس ملاقية تأكل، في ناس ملاقية تغطى، في ناس ملاقية تسكن، يعني لا يدخل علينا الشيطان هذا المدخل ونمنع الناس الخير من ملاجئ أو مأكل أو مشرب أو مسكن أو ملبس أو غير ذلك من الأمور. فنعم لك أن تمتنع من حيث السلاح، أما من غير السلاح لا، ليس لك أن تمتنع في حال الفتن.